بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى صحبه وسلم. أرحب بكم أخوتنا وأخوات أشد الترحيب، وأسأل الله تعالى أن تكون هذه الدورة ناجحة ونافعة وأن تكون خالصة لوجه الله الكريم. راح نتكلم إن شاء الله بإذن الله تعالى، وأسأل الله أن يعيد وينسر في ثلاث محاور رئيسية. راح نتكلم عن القدس، بيت المقدس، المسجد الأقصى المبارك في القرآن الكريم، ثم سنتكلم عن القدس في الحديث النبوي الشريف، وسوف نتحدث بإذن الله تعالى في الورشة الثالثة عن معنى القداسة والبركة بإذن الله تعالى. يعني معنى القداسة والبركة بشكل عام في هذا الدين، ثم معنى القداسة والبركة في التي تخص بيت المقدس إن شاء الله تعالى. نتمنى إن شاء الله تكون يعني حديثنا مريح وسهل، ونسأل الله يستر الأمر إنه سميع قريب مجيب الدعاء. إحنا رح نبدأ إن شاء الله اليوم في محور البيت المقدس والقدس القرآن الكريم إن شاء الله، ورح يكون محورنا بإذن الله تعالى مقسوم لمحورين. الأول ما يتعلق في ذكر القرآن الكريم لهذا المكان الكبير العظيم، وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى عن قصة الإسراء، وسوف نتابع حديثنا عن قصة الإسراء في القدس في السنة النبوية الشريفة، وسوف نتكلم عن القدس في ضمير النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقلبه إن شاء الله تعالى، ورح نأخذ شوية يعني تفاصيل في رحلة الإسراء والمعراج إن شاء الله تعالى، أو على الأقل رحلة الإسراء لسنا قادرين على تغطية رحلة المعراج، لأن رحلة المعراج كبيرة جدا، فسوف نتحدث فقط عما يخصنا في هذا الأمر، عما يخص بيت المقدس من رحلة الإسراء والمعراج، فسوف نتناول الحديث عن رحلة الإسراء فقط. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن القدس في القرآن الكريم. قبل ما نتكلم عن القدس في القرآن الكريم، راح نأخذ مدخل عقدي منه. أتوقع الصوت واضح صح؟ ما في داعي للميكروفون. نأخذ إن شاء الله تعالى مدخل مهم من مداخل العقيدة الإسلامية. من أهم مداخل العقيدة الإسلامية يا شباب، الإسلام كله يقوم على لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي كلمة الإسلام، وهي مفتاح الإسلام، وهي كلمة التوحيد، ولا إله إلا الله هي ميزان عمل المرء. فالإنسان إذا يقول لا إله إلا الله تقبل أعماله، إذا لم يقل لا إله إلا الله لا تقبل أعماله. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، هذه مدخل الإسلام، مفتاح الدين. كلمة لا إله إلا الله تقوم على شروط سبع شروط تقوم على شروط سبع. ربما هذا كمدخل غير موجود عندكم في الدوسية، أتمنى أنا أحب يوثق هذه المعلومات فليوثقها. تقوم لا إله إلا الله على شروط سبعة. تجمع الشروط السبعة في قول الناظم. العلوم الإسلامية أحيانا تصار على شكل متون ليسهل حفظها، وهذه طريقة إسلامية في منتهى النمو والرقي، وهذه الطريقة بدأت تضمحل الآن لا سيما مع التعليم الأكاديمي، لكن هذه الطريقة هي طريقة المتون، حفظت العلوم الشرعية وحفظت العلوم حتى الدنيويه دهرا طويلا. على كل حال لسنا في بصدد تقييم النظريات التربويه والتعليميه. المتن يحفظ العلم، فجمع المتن الذي نظم شروط لا اله الا الله شعرا جمعها في بيتين من الشعر، فماذا قال؟ قال في شروط لا اله الا الله: العلم واليقين والقبول. طبعا عشان نكتب الشعر بشكل منظم تاخذ سبيس. وللقياد فدري ما اقول، وللقياد فدري ما اقول، عليكم السلام. والصدق تحت من هذا الثاني، والصدق والاخلاص والمحبه. انتهى صدر البيت، عجز البيت. وفقك الله لما احب، هذه خاتمه تكتيكيه. الصدق والاخلاص والمحبه، وفقك الله لما احب. إذن شروط لا إله إلا الله سبع مجموعة في هذين البيتين. قال الناظم: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ولسنا بصدد الحديث عن أركان لا إله إلا الله. شو أركان الصلاة؟ شو أركان الوضوء؟ في أركان لا إله إلا الله لسنا بصدد شرح أركان لا إله إلا الله، لكن سنأخذ من أركان لا إله إلا الله
الركن الذي يهمنا وهو ركن المحبة. المحبة من الأركان الكبيرة من في لا إله إلا الله. ثم إن المحبة هي الركن الأول من أركان العبودية. أنا أتكلم يا شباب في مدخل عقدي للموضوع. العبودية لها ركنين. العبودية لها ركنان. العلماء عرفوا العبادة، قالوا العبادة اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، وفي بعد ثالث ثري ديني صارت العبادة. الأقوال والأفعال، شو البعد الثالث؟ والأحوال، أحوال القلوب. القلب يحمل عملا له باللسان ولا بالأركان ولا بالجوارح يعني. فلذلك اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من إيش؟ من الأقوال والأفعال والأحوال، من الأقوال والأفعال والأحوال. هذه العبادة أو العبودية لها ركنين. الركن الأول كمال الخضوع لله جل وعلا، والركن الثاني كمال المحبة. العبودية والعبادة لها ركنين، الركن الأول كمال الخضوع والركن الثاني كمال المحبة. محبة بلا خضوع هذه ليست عبادة لله سبحانه وتعالى، غير مقبولة. ولذلك يعني الذين يدعون أنهم يحبون الله عز وجل ولا يقومون بالواجبات الشرعية، هذا ادعاؤهم مردود عليه. والذي يخضع لله بلا محبة، هذا ذكرنا بمين؟ ذكرنا بالمنافقين. خضوع بلا محبة، خضوع. قالت الأعراب وأمنا قل لم تؤمن، القلب لم يؤمن ولكن قولوا أسلم. طيب، لذلك تكون المحبة ركن من أركان العبودية، أو تكون المحبة شطر العبودية، نصف العبودية، وتكون المحبة واحد على سبعة من شروط لا إله إلا الله. مرة ثانية، تكون المحبة واحد على اثنين من العبودية أو العبادة، وتكون المحبة واحد على سبعة من شروط لا إله إلا الله. نأخذ ما نريد لأن الوقت لا يتسع لشرح هذه الشروط. المحبة ما معناها؟ من أطرف وأندر ما قيل في تعريف المحبة أن المحبة تعريفها يفسدها، تعريفها يفسدها. أما الحقيقة أحيانا لما نتعامل مع الدين بطريقة ذكية يا شباب، نعرف عن الدين أشياء يعني في غاية الروعة والباء والنظارة، وإن كنا أحيانا نظن أن الدين يعني شيء بسيط جدا وساذج، الحقيقة أن الدين رائع جدا جدا كالبحر العميق، ربما يرى الطفل منه فقط يعني ما المساحة التي يلعب فيها، ويرى ربما الكبير منه هذا البحر الممتد، ولكن العالم يعرف كم هو عمق الماء وكم وزن الماء في أعماق نقطة. فلذلك سبحان الله، ولكل درجات مما عملوا، والعالم يعني أخذ نصيبه. العلم، العلماء قالوا هالدين الإسلام يقسمه مرات لقسمين. التقسيم الأول تقسيم فناء، قسمونا قسمين. قالوا الدين الإسلامي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول سموه حقائق وما يتعلق بالقلوب والعقول، الثاني سموه، هذا التقسيم الثنائي، سموه طرائق. هذا الطرائق يتناول الأساليب والوسائل والعبادات البدنية الآخر، كيف 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 نصلي، كيف نصوم، كيف نحج، كيف نزكي، كيف نلبس، كيف ننام، كيف نأكل، كيف نحل مشاكلنا، كيف نتشارك بالمال، كيف نصنع، كيف نزرع، هذه كلها تسمى الطرائق الكيفية. هذا التقسيم الثنائي. أجل بعض العلماء أضافوا بعدا ثالثا لهذا الدين، هو بعد في منتهى الأهمية وبعد أساسي، فقالوا الإسلام حقائق في القلب والعقل يعني مبادئ ومشاعر، وطرائق يعني أساليب وكيفيات، وأضافوا البعد الثالث سموه الأخلاق. الأخلاق من أعمال القلوب، ممكن الحب من أعمال القلوب صح؟ هل الأخلاق من أعمال الجوارح؟ ممكن. مثلا على سبيل المثال التواضع من أعمال الجوارح، من التواضع خفض الجناح، من التواضع إنسان مثلا يختصر في مشيته، من التواضع من إنسان لا يسابق مثلا من هو أولى منه في المجلس لا يسابق إليه، يعني قد يكون في التواضع أعمال من الجوارح. طيب، لكن الأخلاق بعد أساسي في الإسلام ولو بعد هامشي،
أساسي قطعا لا دين بالأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام: أدناكم مني مجلس من قام حسنكم أخلاقا. فالبعد الثالث كان الأخلاق. أجا بعض العلماء قال برضو التقسيم الثلاثي منطقي ومقنع، لكن في تقسيم رباعي، يعني نضيف بعد رابع. ما البعد الرابع الذي نحتاج أن نضيفه في معرفة أجزاء هذا الدين، معرفة أقسام هذا الدين؟ شو رأيكم؟ شو في قسم رابع ممكن يكون ما دخل علينا في التقسيم الثاني الثنائي أو التقسيم الثلاثي؟ شو البعد الرابع؟ التعامل. أكيد التعامل من الأخلاق أو من الشرائع، من الطرائق. نعم، السلوك أخلاق. لا شو السلوك أخلاق؟ نعم، الغيبيات، حقائق. حقائق. نعم. طيب، أضاف العلماء بعدا رابعا، وهذا البعد شوي دقيق، دقيق جدا، أسموه الأذواق، يعني ثمرات التدين. هذه الثمرات ترى ليس أمرا هينا وليس أمرا هامشيا. أن يرى على الإنسان النور ضروري هذا. الله تعالى يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له. أن يرى على الإنسان الخضوع والخشوع والتبتل، وأن كما قال الله عز وجل: يرى على الإنسان إخبات وبشر المخبتين. ولذلك الله سبحانه وتعالى مرة من المرات في القرآن الكريم لما أراد أن يتحدث عن شيء أخص من التدين، أخص من العبادات، أخص من الأشكال الظاهرة في العبادات، قال سبحانه وتعالى واصفا شريعته وأهلها، قال: صبغة الله. في صبغة للدين، وهذا الصبغة سبحان الله، يعني هذا الصبغة تتداخل في الشيء لتصبح جزءا منه. على كل حال، الأذواق التقسيم الرابع أو الإضافة الرابعة في تقسيمات هذا الدين. أين نضع الحب؟ كله فيها، كله جميل، يعني هذا مقبول أن توضع المحبة فيها كلها. فيمكن أن يقال أن المحبة من الحقائق، يعني كم من الحقائق، من الأشياء التي يجب أن نصدق بها. طب المحبة يا شباب من أعمال إيش؟ من أعمال القلب قطعا، صح ولا لا؟ 100% المحبة من أعمال القلب قطعا. والقلوب هي ملوك السلوك الإنساني. لسنا في صدد الحديث عن القلوب، سنتحدث عن القلوب إن شاء الله تعالى في رحلة شيقة بإذن الله عز وجل في الجلسة الثالثة بإذن الله تعالى. لما نتكلم عن القداسة والبركة. إيش معنى القداسة والبركة؟ هاتان الصفتان اللتان جمعهم الله عز وجل في بيت المقدس. ليش في بيت المقدس؟ ليش ما اكتفى بالقداسة؟ لماذا جمعت لهذا المسجد القداسة والبركة؟ ليش؟ لماذا جمعت القداسة والبركة؟ لماذا؟ والله أنا حقيقة ربما يعني عرفت هذه المعلومة بالأمس فقط، ويعني أتحدث من فضل الله عز وجل. أنا لم أقرأ في كتاب، بل هي من محض فضل الله عز وجل، وعندنا قاعدة من قواعد التدين، فإن الحديث يهيج الحديث، فيه للصحبة شرف. وأنت لما تصاحب يعني الناس اللي بيحبوا المسجد الأقصى المبارك تقرأ لهم، فأنت تأخذ من روحه، تأخذ من حبه، وبجيك من عطار الله عز وجل وإنفاق الله سبحانه وتعالى وإمداد الله سبحانه وتعالى. لأن القاعدة كلها كمل الاستعداد كمل الإمداد. المرأة اللي أنت بحملها باسم قلبك، المرأة ترى فيها أسماء الله في الكون. إذا كانت المرأة صافية ترى فيها روعة ربنا سبحانه وتعالى في الكون، ترى القهر، ترى الجلال، ترى الكمال، ترى الجمال، ترى أفعال الله سبحانه وتعالى في خلقه. إذا كانت المرأة صافية ترى شيئا يجعلك في كل يوم، في كل لحظة، في كل شيء، في كل حدث تكون مع الله عز وجل في أعلى مكان وأعلى صلة، لأن المرأة صافية. وكمال الاستعداد، صفاء المرأة، مؤدي جدا جدا، وأعطى الله الإمداد من الرب تبارك وتعالى لا ينقطع ولا ينقضي إطلاقا. طيب، كنا نقول يا شباب لماذا جمع الله القداسة والبركة للمسجد الأقصى؟ راح يكون معنا إن شاء الله هيك صولة وجولة كاملة بإذن الله تعالى في ميدان الروح،
لأن القداسة القداسة روح الروح، راح نتكلم عنها في حين إن شاء الله تعالى. والحديث عن القداسة يعني سيكون سيكريتلي، لأنه في بعض الشغلات تحتاج إلى يعني إلى بعض الأمور يعني إلى دقة متناهية، فنسأل الله يعين على توضيحها إن شاء الله تعالى. القداسة محلها الروح المعنويات يعني. روح القدس. الروح، ولذلك ارتبطت بالقدس. صحيح، روح القدس. سيدنا جبريل عليه السلام والبركة العلاقة بإيش؟ بشكل رئيسي بالماديات. ولذلك أدق تعريف من تعريفات البركة ثبوت الخير ولزومه. وراح نتكلم عن أبعاد الخير الأربعة إن شاء الله في حينه، مش موضوعنا الآن. إذن يا شباب، المحبة وين نحطها؟ هل هي من الحقائق؟ هل هي من الطرائق؟ هل هي من الأخلاق؟ هل هي من الأذواق؟ المحبة داخلة فيها كلها. عبادة بلا محبة هذه عبادة جوفاء لا قيمة لها. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأنهم عندهم شكليات، لكن هذه الشكليات لا حب فيها، لا روح فيها، فلا قيمة لها عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا الحب ركن ركين في العبادة، فهو واحد على اثنين من العبادة، وواحد على سبعة من شروط لا إله إلا الله. شو تعريف الحب؟ ما تعريف المحبة؟ شو تعريف المحبة؟ قلنا من ألطف وأنذر ما قيل في تعريف المحبة كما ذكر الإمام الطحاوي في شرح الطحاوية، قال الحب حده يفسده. يعني الحكي عن الحب لا يدل على الحب، لأن المحبة مشاعر تجليات، لأن المحبة مشاعر جياشة. المحبة أحوال وليست أقوالا يا سيدي، ليست أقوال، وأقول لك ليست أفعال. لذلك لما تيجي الحديث الصديق رضي الله تعالى عنه، بماذا سبق الصحابة؟ بكمال المحبة. ولذلك قد يتسابق الناس بالمحبة، وقد يبلغ الإنسان درجة عالية جدا جدا من محبة لله سبحانه وتعالى، مع أنه في طاعة لله سبحانه وتعالى. وهنا يعني سبحان الله يكون لتقييم الأعمال أو لتقييم الأشخاص بالمحبة بعد آخر. إذا صح أن يقال، وهذا كلام كان نفاسا روعة، إذا صح أن يقال أن كل عباداتنا لله سبحانه وتعالى عبارة عن أصفار. يعني أنت ما شاء الله عليك محافظ على الصلاة جماعة، هذاك محافظ على قيام الليل، هذاك على صيام النافلة، على الصدقة إلى آخره، كلها عبارة عن أصفار. واحد عنده 10 أصفار، 20 صفر، لا قيمة الأصفار. على خط، عندنا خط مستقيم حاطين عليه 1,000,000 صفر، له قيمة؟ له قيمة إطلاقا. إلا إذا وضعنا وراء هذه الأصفار واحد، أي رقم، وأقل الأرقام واحد، يصبح لهذه الأصفار قيمة جدا. هذه المحبة، اعمل بدون محبة لا قيمة لعملك، لكن بالمحبة رقم واحد ضيفه المكان الصحيح يصبح لهذه الأعمال قيمة عالية عند الله سبحانه وتعالى. إذن المحبة كما قلنا يا شباب أساس من أسس التدين. إذا قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب إذا كانت المحبة أساس من أسس التدين، أساس من أسس الإيمان والإسلام، إذا ينبغي أن نعلم كيف تكون المحبة. والحديث عن المحبة وشرح المحبة كما قلنا هي فقط من باب التقريب وليس من باب التبيين. من باب التقريب، تقريب المعاني وليس تبيين المعاني. المعاني البعيدة، معاني الغيب، الغيب من خصائص الدين. لو بعض الناس يعني يقول لك أنا لا أؤمن بالغيب، أنا إيش بشوفه بأؤمن فيه، ما له قيمة. أنت أيها الإنسان الذي لا تؤمن بالغيب لا قيمة لك، لأن قيمة الإنسان فقط بإيمان بالغيب، لأنه لا يؤمن بالغيب إلا إذا كان يرتقي إلى مرتبة التصديق، والتصديق مرتبة على مرتبة كبيرة جدا جدا جدا. وذاك الصديق رضي الله عنه الرجل الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام، سبحان الله، سبحان الله العظيم، قد تستغربون كما استغربت وقتها أن الصديق رضي الله عنه اكتسب أعلى شرف له في حياته لما ارتبط بالمسجد الأقصى تصديقا. لذلك لما متى سمي الصديق صديقا؟ في حادثة الإسراء. حادثة الإسراء، هذه أرض
يوزع الله فيها مناشير المحبة على من شاء من عباده. وسوف نتحدث إن شاء الله عن رحلة عمر بإذن الله، بإذن الله تعالى، حديثا ربما لم تسمعوا بمثله ما حييتم، ولا أظن أنكم ستسمعوا بمثله إلا يعني أن تنهلوا بمثله من مثل ما نهلت منه من العلم. تفضل. دكتور، المحبة يعني واضح أنها تندرج تحت الأبواب، كيف تكون المحبة القواعد في الحقائق؟ يعني كيف بدي أحس بالمحبة؟ سأعطيك الآن إن شاء الله، أعطيك بالكلام إن شاء الله. بسم الله. المحبة معرفة، والمعارف أسكنها القلب أو العقل. طيب أنا شوي أتكلم معاكم بشوي بالتفصيل لنبدأ دورة متقدمة عن هذه القضايا. في فرق بين الإدراك والإرادة، في فرق. أنا لا أسألكم، أقول لكم، أخبركم أن هناك فرق ما بين الإدراك والإرادة. كويس؟ نعطيك مثال. هذا جهاز كمبيوتر صح؟ مظبوط ولا في شك؟ الآن هذا الجهاز محل إدراك، يشتغل عليه، يحلل البيانات، يظهر البيانات، يدخل البيانات. هذه وظائف الجهاز. إنه ثلاث وظائف، في غير وظيفة رابعة؟ لا، هو جهاز الكمبيوتر يقوم بهذه الوظائف فقط، اللي هي إدخال البيانات، معالجة البيانات، وإظهار البيانات. صحيح؟ يعني عندك تضيف البعد الرابع مثل ما بقول هذولا جماعة مهارات الحاسوب، حفظ المعلومات، ماشي. لكنه هل يملك إرادته؟ هو عنده إرادة؟ مين يملك الإرادة؟ بنت صغيرة بتعمل أون بفتح الجهاز، تعمل أوف بتقفل الجهاز. إذا لا تملك الإرادة. هكذا عقولنا. الذي يملك الإرادة هو القلب. رح نيجي إن شاء الله بإذن الله تعالى في تفصيلات هذا القول إن شاء الله في الجلسة الثالثة. القلب محل الإرادة، والعقل محل الإدراك، والحب أساسه الإدراك، ولكن حبال المحبة لا تكون إلا في القلب، ولذلك القلب يخفق في المحبة ويظلم في الكراهية. ما ولذلك الإنسان كلما جهل كلما خسر فرصة المحبة، وكلما علم كلما عرف كلما زادت فرصته في المحبة. والإنسان سبحان الله العظيم إذا عرف شيئا فإن حبته لهذا الشيء تزيد. فلذلك المحبة أولا معرفة. معرفة، هل المعرفة بتروح في الميزان الأول حكينا بتروح على الحقائق، مش قلنا الإسلام حقائق، المحبة حقائق. ولذلك من الحقائق المهمة التي هي شرط من سبعة شروط في لا إله إلا الله أن تحب أحد أربعة أشياء كما ذكر ذلك علماء العقيدة. أول شيء يجب أن تحبه، يجب أن تحبه. إذا أردت أن تحقق المحبة الشرعية في قلبك، أول شيء، وهذا من المعارف، يعني ممكن تعرف الحكي هذا لكنك ما تشعر فيه لأنه فيه تقصير في القلب. أنا بعطيك المعلومة وإن شاء الله تكون نافعة إن شاء الله تعالى. يجب أن تحب أربعة أشياء حتى تكون محبتك شرعية صحيحة، حتى تستكمل عدة المحبة الشرعية. ما هي هذه الأربعة أشياء؟ ما هي الأشياء الأربعة؟ قال العلماء أول هذه الأشياء الأربعة أن تحب كل شخص أحبه الله، الأنبياء، الملائكة. قالوا الأشخاص نوعين، الأشخاص نوعان في الإسلام، الأشخاص نوعان، أشخاص يعرفون بأعيانهم، سيدنا إبراهيم، سيدنا إسماعيل، سيدنا إسحاق، سيدنا يعقوب، جبريل عليه السلام، محمد عليه السلام صلى الله عليه وسلم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، وهكذا. هؤلاء نعرفهم بإيش؟ بأعيانهم، بأسمائهم. هذه الفئة الأولى، هذه المجموعة الأولى، هذه الحزمة الأولى التي يجب أن تحقق محبتك لها إذا أردت أن تستكمل عدة المحبة الشرعية. أن تحب أولاً كل شخص أحبه الله، الأشخاص معين اللي معروفين بأعيانهم، والفئة الثانية وهي الأكبر، المعروفين بأوصافهم لا بأعيانهم. الأولياء معروفون بإيه؟ بأوصافهم، الشهداء، الصحابة معروفين بأوصافهم صح؟ مكان الصحابة، أو في ناس معينين كأبو بكر الصديق، في أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. طيب كذلك مثلا الصديقين معروفون بأوصافهم. فيجب أن تحقق المحبة لكل شخص أحبه الله بغض النظر إذا عرفت اسمه، يعني عرفته بعينه، أم عرفت وصفه
فلذلك الإنسان المؤمن لا يكتمل لا يستكمل عدة الإيمان إلا بمحبة كل الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى بأوصافه، الصادقين المخبتين المجاهدين الشهداء الصالحين الأولياء الصادقين الصائمين الأجواد، كل هؤلاء يحبهم الله سبحانه وتعالى. الأذكياء يحبهم الله، الأذكياء الله عز وجل يحبهم، ما في نتيجة، صفة محايدة. الله جل وعلا لم يمتدح إطلاقا العقل المجرد، مش محل مش محل مفاضلة، ما في نتيجة. الأذكياء الأغنياء هكذا، الأغنياء يحبهم الله، ما في نتيجة. الفقراء يحبهم الله، ما في نتيجة. الرجال يحبهم الله، ما في نتيجة. النساء يحبهن الله، ما في نتيجة. هكذا، هذه أوصاف لا قيمة لها عند الله جل وعلا، لها قيمة عندنا نحن، ونحن بالذات التائهون في الأرض الحيارة، إلا هذه القيم، هذه كلها مصطلحات وأسماء ومبادئ إلا نحن نشتغل فيها، لكنها عند الله لا تساوي شيئا. رجال، نساء، صغار، كبار، أغنياء، فقراء، أشداء، أقوياء، كلها لا قيمة لهم عند الله عز وجل. القيمة إذا ارتبطت هذه الصفة بشيء يحبه الله عز وجل. رجال برارة محبوبين عند الله، أغنياء فسقة مبغوضين عند الله، فقراء متكبرين مبغوضين عند الله، أغنياء متكبرين مبغوضين عند الله، فقراء متواضعين محبوبين لدى الله، وهكذا. إذن أن تحب كل شيء، عفوا كل شخص أحبه الله عز وجل. والأشخاص نوعين، أشخاص بأعيانهم وأشخاص بأوصافهم، بأوصافهم. ولذلك إذا صح أن يقال، الله عليكم السلام ورحمة الله، على كل حال لا نريد أن نتوغل أكثر من ذلك، يكفينا حتى نستكمل إن شاء الله شروط المحبة. تفضلي. الإدراك محل الإدراك العقل ومحل الإرادة القلب، القلب الملك. نعم، ما سمعت؟ الفقه غير الإدراك، الفقه العقل، العقل يعني الإرادة المدركة الصحيحة تختلف. العقل كيعني مشغل مخزن معلومات يختلف عن العقل بمعنى القرار الصحيح، يعني هذا قرار عاقل، يعني قرار ماله موفق صحيح. عرفت علي كيف؟ أنا بتكلم عن العقل الذي هو مجمع المعلومات، هذا جدار، هذا سقف، هذا ضوء، هذا مش عارف شو، هذا أرضية، يعني هذه عقل، يعني مجرد يعني أدوات حتى نعيش فيها على هذه الأرض. لكن العقل اللي هو الفقه، يعني الإدراك الصحيح للأشياء، لا شك أنه من إرادات القلب وليس من أعمال العقل. وإن كان بعض العلماء يرى أنه هذه فعالية عقلية، على كل حال هذا لا يعني الآن. المقصد أنه القلب إذا تحققت فيه الإرادة الصحيحة سوف يبلغ أعلى مراتب السعادة في الحياة الدنيا، حتى ولو كان في قعر الجب كما كان يوسف عليه السلام. طيب، إذن أول شروط المحبة، حتى تستكمل شروط المحبة بدك أربع شغلات تنتبه لها. القضية الأولى أن تحب كل شخص أحبه الله. ثانيا أن تحب كل زمان أحبه الله. الله عز وجل أحب رمضان أزمنة أوقات معينة فضلها الله تبارك وتعالى، وهذه الأزمنة كما قيل في الأشخاص يقال في الأزمنة، هناك أزمنة معينة وهناك أزمنة موصوفة. الأزمنة المعينة شهر رمضان، الجمعة، يوم عرفة، هذه أزمنة معينة أحبها الله تعالى، ويجب أن تنضبط بوصلة المحبة باتجاه الأزمنة، يجب، وإلا كنت بعيدا جدا عن سلوك أهل الإيمان، حتى لو كنت في ظهر الأمر يعني متدين، لكنك بعد لم تدخل إلى عمق الإيمان الصحيح، حتى الآن لم تترقى، يعني ما زلت حتى الآن في الكي جي ولا الصف الأول، ولم تدخل بعد إلى مستويات الإيمان الصحيحة التي كان الصحابة رضي الله عنهم في ذراها، في أعلى الذروة فيها. طيب، الأزمنة نوعين، أزمنة معينة وأزمنة موصوفة. أعطوني مثال على الأزمنة الموصوفة. شو الأزمنة الموصوفة اللي أنت لازم تحبها؟ النجاة والإقامة. هذه معينة مش موصوفة.
زمان معلوماتي في الدين احسن منكم. تفضلي. لا مص هذا هذا معين 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 100% معين ايه معين ممتاز. نزول المطر موصوف هذا؟ هذا موصوف. متى بنزل المطر؟ ما حد بيعرف. لا أحد حتى دارت إدارة أرصاد الجو. الكسوف والخسوف. ما أحد. هسه معروف. الخسوف والكسوف ليس من الأزمة المحبوبة عندنا. صحيح. لكن نزول المطر وقت بركة. لأن الغيث وقت بركة. صحيح. صحيح هذا زمان الموصوف. أعطونا هيك شوي أمثلة يعني قريبة منا شوي. تفضل. وفي القرآن الكريم في شغلات كثيرة. تفضل. التقاء الصفين. يا سلام. هذا دخل الشيخ دخل للمدخل إجابة الدعاء. مدخل صحيح 100%. كل زمان شريف شرفه الله عز وجل بطاعة ليس في غيرها من الأزمنة أو ليس في إذا هذه الطاعة أديت في غير هذا الزمان لا يكون لها نفس الفعالية فلا شك أن هذا الزمان زمان شريف عند الله سبحانه وتعالى. طيب يوم الجمعة معين لكن التقاء الصفين ما بنعرف متى يلتقي الصفان. صحيح. التقاء الصفين عن قتال في سبيل الله. نعم. مش التقاء الصفين يعني التقاء الصفين جهاد في سبيل الله. طيب كمان ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قاعدة الذي لا يفرح بنصر الله منافق معلوم النفاق. قاعدة يعرف المنافقون العقديون بستة أشياء. قاعدة مش تنظيم القاعدة. قاعدة تطبيق عليكم. احنا نحط القواعد في التطبيقات مش علينا. قاعدة يعرف المنافقون وهذا كلام أهل العقيدة مو كلامي أنا. حسبي أني ناقل. يعرف المنافقون بستة أشياء. النفاق في الإسلام نوعين. نفاق اجتماعي ونفاق عقدي. النفاق العقدي يعرف صاحبه بأحد ستة أشياء. واحد بغضه لله. اثنين بغضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو بغضه لله ولرسوله. بكون رقم واحد بغضه لله ورسوله. رقم اثنين بغضه للمؤمنين. رقم ثلاثة بغضه لكل خير يصيب المؤمن. قاعدة هذا مش كلام إنشائي. قاعدة ودليلها قول الله تعالى إن تصبكم حسنة تسؤهم حسنة تسؤهم. أي ستة أي ثلاثة من ستة لصفات المنافقين أو لعلامات النفاق العقدي تقابلها ثلاثة مثلها. فآية النفاق العقدي حب الكفار والميل أو حب نصر انتصارهم حب الكفار وحب انتصارهم وحب كل شيء أبغضه الله. الرقص أبغضه الله عز وجل وبحبه. طبعا بين قوسين يا شباب لا تنسوا أن النفاق شعب. يعني بين قوسين مراتب. يعني بنحكي نفاق شعب. النفاق عبارة عن 1 أو 72 ديجريز درجات. يعني ممكن واحد يكون في قلبه مؤمن بس عنده في قلبه 7 شعب نفاق. ممكن يكون مؤمن عنده في قلبه 3 شعب نفاق. ممكن 40 شعبة نفاق. فإذا غلب الخير الشر يصبح مؤمناً بإذن الله تعالى. هذا ليس موضوعنا. نقول أن تحب كل زمن أحبه الله. الأزمان معينة أزمان معينة وأزمان موصوفة. انتهينا يا شباب؟ من الأزمان الموصوفة؟ من الأزمان الموصوفة؟ من أشرف الأزمان الموصوفة؟ إلك أنت الزمن الذي تاب الله عليك فيه من أجلها وأشرفها. ولذلك قيل فيما قيل أن لبعض عباد الله سبحانه وتعالى مع الله عز وجل حبل موصول. وأنت لازم تعرف الحبل اللي بينك من الله. ما بصير إطلاقا تكون مؤمن ما في حبل بينك من الله. لا وفي حبل عام لكل المؤمنين الصلاة والصيام كل الناس بيصلوا ويصوموا المؤمنين يعني. لكن لازم يكون لك حبل خاص إذا دعوت الله به أجاب. لابد. هذا زمن من أشرف الأزمان لك خاصة حتى أنه من الأدب مع الله ألا تحدث الناس به إلا شيخك. إذا قال لك شيخ
تحدث شيخك بهذا الأمر حتى يعالجك إذا كان هناك شيء خطأ فقط. ومن الأدب مع الله تبارك وتعالى أن تحفظ نعمة الله عز وجل عليك، لأنه إذا أعطاك إياها سبحانه وتعالى يريدها لك خاصة. ومن كمال إدراكك وكمال أدبك وكمال وعيك وكمال عقلك عن الله سبحانه وتعالى أن تعرف كيف يعاملك الله سبحانه وتعالى. أعطاك إياها لك مش عشان تروح تحكي للناس كلش، خليها لك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فمن أشرف الأزمنة هذا الزمان الذي يتجلى الله عز وجل عليك فيه بأحد المقامات الشريفة. الله سبحانه وتعالى تجلى عليك بالتوبة، تجلى عليك بالرحمة، تجلى عليك بوجه القلب. الله سبحانه وتعالى في يوم الأيام أجاب دعاءك إلى آخره. هذه أزمنة خاصة، يعني خاصة جدا. طيب انتهينا من الأشخاص والأزمنة، بقي البعد الثالث من شروط المحبة، الأمكنة التي أحبها الله. أن تحب كل مكان أحبه الله. شو شروط المحبة؟ أن تحب كل شخص أحبه الله، أن تحب كل زمان أحبه الله. اثنين، ثلاثة، أن تحب كل مكان أحبه الله. والأمكنة نوعان، أمكنة معينة وأمكنة موصوفة. أما المعينة فهذا حديث بيت المقدس ليس له مثيل في الأرض أبدا، مكة المكرمة ليس لها مثيل في الأرض أبدا، المسجد النبوي، هذه أمكنة مخصصة، أمكنة معينة أسف الله جل وعلا شرفها قبل أن نخلق، أو ربما بعدا يعني قبل أن نخلق، أصلاً يقال قبل أن نخلق شرفها وقدسها وباركها سبحانه وتبارك وتعالى. فهذه أمكنة معينة، وواجب عليك أن تعرف أبنائك وأحبابك ومن حولك بهذه الأمكنة، لأن هذا من باب الدعوة إلى محبة الله. لأنه لا تستكمل المحبة لله إلا أحببت هذه الأربعة، أن تحب كل شخص، وأن تحب كل زمان، وأن تحب كل مكان. الأمكنة نوعان، معينة وأمكنة موصوفة. الأمكنة الموصوفة سهل الحديث عنها صح؟ أعطوني مثال عن الأمكنة الموصوفة المحبوبة عند الله عز وجل. تفضل شيخ. المساجد. نعم كمان الأمكنة المخصوصة. تفضل. مجالس العلم، هذا كلام صحيح، مجالس العلم. وإن كنا في مجالس العلم نميل إلى أن المجالس من البعد الرابع في المحبة وليس من الأمكنة، الله أعلم، لأن الشرف ليس للمكان، الشرف لمن عمر المكان بذكر الله وطاعة الله. طيب أعطوني كمان أمثلة. المساجد، مثل المساجد. تفضل. قال العلماء نعم الثغور مثل المساجد، الثغور وهي الأماكن الشريفة. ولذلك بعض العلماء فضل العبادة في الثغور على العبادة في غيرها من الأماكن، وفضل لأن العبادة في الثغر يعني لها أجر رباط ولها أجر إعزاز المسلم وسيادة المسلم إلى آخره. كذلك من الأمثلة على الأمكنة الخاصة يا شباب، الأمكنة عفوا الموصوفة كما قيل في الزمان وقال في المكان. جغرافيا القرآن الكريم ليست قضية هامشية. ما كان الحديث عن الوادي المقدس طوى لأنه واد وهيك، المقدس كان حديثا عن تلك اللحظة المباركة الكريمة في التقاء موسى عليه السلام بالسماء. ولذلك كل مكان شريف بالنسبة لك من الأمكنة التي ينبغي أن ترتادها وأن تعتادها وأن تحفظ فضل الله عز وجل فيه. فإذا كان هذا المكان تجلى الله سبحانه وتعالى عليك بالفرج فيه، هذا شيء طيب. إذا تجلى الله عليك بالخير فيه احفظ هذا المكان، لأنه مكان من أمكنة التفضل الإلهي عليك، فمن الأدب مع الله تعالى أن تحفظ ذلك. انتهينا من العنصر الأول، من عصر المحبة، العنصر الثاني، عصر المحبة، العنصر الثالث. ما العنصر الرابع؟ أن تحب كل حال أحبه الله، الأحوال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. مثل ما قالت الأخت، مجالس العلم، ساحات الجهاد، مجالس الذكر، هذه أحوال، هذه أحوال أن تعمر وقتك وأن تحب هذه الأحوال. والإنسان ما بحب هذه الأحوال مسكين، يعني هو محروم تماما من فضل محبة الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب نظرا لضيق الوقت أقف عند هذا الحد في المحبة. تعرفنا حتى الآن يا شباب في مدخل عقلي سريع على المحبة، وأن المحبة معرفة، وحتى تعرف المحبة يجب أن تحب كل شيء
كل شخص أحبه الله، وكل زمان أحبه الله، وكل مكان أحبه الله، وكل حال أحبها الله، أو كل حال أحبه الله. تجمع هذه الأربعة تعميما في قولنا أن تحب كل شيء أحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى. بيت المقدس هل هي من الأماكن التي حبها الله؟ بالقطع. هل بيت المقدس احتوت أزمنة أحبها الله؟ مما لا شك فيه. هل بيت المقدس فيها أشخاص أحبهم الله؟ هل بيت المقدس فيها أحوال أحبها الله؟ لذلك بيت المقدس تلتقي فيها أبعاد المحبة الإلهية. ولذلك محبة بيت المقدس من مراتب المحبة العالية، ولا يصح في حبه لبيت المقدس لله عز وجل إلا عدد قليل من شرفهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك سنجد تعلق قلوب الأنبياء عليهم السلام. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما صلوا جماعة في بقعة في الأرض أبدا إلا بيت المقدس. لم يلتقوا فيما نعلم، الله أعلم، إذا طول الله عز وجل عنا علم هذا العلم لا نعلمه، لكن هل اجتمع الملائكة الأنبياء الكرام كلهم؟ وفي بعض الروايات أن الملائكة نزلت في الإسراء في صلاة الجماعة، أن ملائكة السماء جبريل أقام الصلاة ونزلت ملائكة السماء، فأما النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء الله في الأرض كما تم برسول الله ملائكة السماء. رواية من الروايات ذكرها الإمام الصالح في السبل، سبل الهدى والرشاد. فلذلك بيت المقدس يا شباب تختلف عن كل بقاع الدنيا. هل اجتمع الأنبياء والملائكة الكرام في مسجد من المساجد التي نعرفها من ذوات الفضل كما اجتمعوا في المسجد الأقصى المبارك؟ لا. وهذا المفهوم المهم أيها الإخوة والأخوات، إنما فقط الحديث عن وجوب وأهمية وفضل محبة المسجد الأقصى المبارك. من هنا نبدأ بإذن الله تعالى معا إن شاء الله تعالى ندخل في القرآن الكريم لنرى كيف تحدث القرآن الكريم عن هذه البقعة المباركة، عن هذا المسجد المبارك. المسجد في القرآن الكريم، إحنا نتكلم يا إخوان الكرام يعني حتى نصيب أهدافا، حتى نكتسب بعض المعارف. في ضوء صح؟ بنطفي هذا الضوء. وين المسؤولين؟ إذا سمحت الله يجزي خير يا شيخ عبد العزيز. أيوه الله. ممتاز. نريد أن نصيب في هذه الدورة أربعة أهداف أساسية. الهدف الأول التأسيس. التأسيس لشيء، ليش؟ للمعرفة. وليش كمان؟ استكمال عدة الإيمان. استكمال، إحنا مؤمنين ولا لا؟ إن شاء الله مؤمنين بإذن الله. لكن هل إيماننا كامل؟ معرفة كامل؟ مش ذوقا أو تصديقا، معرفة. هل إيماننا كامل؟ معرفة. فالإيماننا كامل؟ هل نعرف كافة التفاصيل الحقائق الإيمانية؟ نعرف كافة التفاصيل؟ أعتقد أن الإجابة بالقطع لا، لا نعرف كافة تفاصيل الإيمان. لذلك نحن هنا لاستكمال عدة الإيمان. هذا هو التأسيس. التأسيس بناء النفس المسلمة بناء ربانيا. فهذا هو التأسيس، معرفة ثم استكمال عدة الإيمان، والإيمان كما قلنا هو محل القلب. ثانيا التقديس. والتقديس شعور، استثارة المشاعر، تحريك العواطف. العواطف أحيانا إحنا عايشين في مجتمع مادي، وهذا المجتمع المادي من سلطانه علينا أن قلوبنا وعقولنا وانفعالاتنا تتوجه باتجاه دائما الحياة المادية. الإنسان ينفعل بالبيئة التي يعيش فيها، ولذلك الإيمان، الإيمان بدون بيئة ما بينفع. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن أقام بين ظهورهم. يعني ما بصير المؤمن يعيش بين الكفار، ما بصير. ممكن تروح لهدف، تروح لوظيفة، أما تروح تعيش بين الكفار ما بينفع. بيئتك بتأثر فيك. أنت إذا كنت عايش بيئة إيمانية فلا شك أنك ستكون مؤمنا بإذن الله. قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان هذه البيئة.
إذن التقديس استشعار أهمية المكان وقدسية المكان ومكانة المكان في ضمير المسلم. ومن التقديس حقيقة التقديس ليس مجرد استشعار، بل التقديس هو إصرار ومعراج بالقلوب كما جرى لبعض أحباب المسجد الأقصى المبارك، فهو استشعار عفوا فهو إصرار ومعراج بالقلوب إلى تلك البقعة الطيبة المباركة. فإذا أعيان الإسراء لها أو زيارتها بالأجساد فعلى الأقل يعني نذهب إليها بقلوبنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أشد الناس حبا للمسجد الأقصى المبارك. ثم الاستعداد، الاستعداد لماذا؟ الاستعداد لحمل المسؤولية والاستعداد لحمل الكرامة. في قاعدة يعني أساسية في الحياة، كل مسؤولية لها، كل مسؤولية يا شباب كل مسؤولية لها كرامة، طبعا لمن أديها حق أداء. كل مسؤولية يعني الإنسان مثلا على سبيل المثال لما يكتب صح يقطف نموذج نتيجة هذه المسؤولية الصحيحة. كذلك الإنسان إذا مثلا أتقن عمله مش حمل مسؤولية وقدم تقديم صحيح يقطف ثمرتها ولا لا؟ نعم بدون شك. إذن الاستعداد لحمل المسؤولية والاستعداد لشرف النصر ألا وهو كرامة حمل المسؤولية لمن أداها حق أدائها. وأخيرا المسؤولية، أقصد بها المسؤولية العمل. لسنا أمة تنتظر الآخرين، وذاك أجمل ما يقال هدية لكل مسلم على وجه الأرض، أنا أهدي جهدي هذا لكل من عمل ولم ينتظر أحد. لا تنتظر أحد، لا تنتظر أحدا، إنما تعمل لأنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى يبارك بالقليل، وأنه حسبك أن تكون من الفئة القليلة التي أمر الله سبحانه وتعالى أمر الله عز وجل بالمرابطة على هذه الأرض المباركة، لا سيما في الأردن هذه الأرض المباركة العظيمة. ثم كما قلنا قبل قليل عدم الانتظار، هذا الذي نريده إن شاء الله تعالى من أهداف سريعة في هذه العجالة. في بعض القضايا لازم نتذكر، واللي بتذكرها إن شاء الله تعالى والذكرى تنفع المؤمنين، لأنه تصحيح النوايا يا شباب، تصحيح النوايا من صحت نيته قوي على مصاعب الطريق، قوي على مصاعب الطريق. اللي صحت نيته واحد رايح إلى الله عز وجل يعتبر، لو أوذي في الله أو أوذي في الطريق مش مشكلة، لكن واحد رايح يشم الهواء جعل فتنة الناس كعذاب الله، صح ولا لا؟ والله على حدود بك، والله ولا شو جبرني أنا أنذل هالذل، والله يجعل ما أحد اعتمر أنا راجع. وكم من الناس قالوها، ولو صحت النوايا لقويت القلوب على تحمل مشاق الطريق، هاي قاعدة. طيب إذا أنت مع الله، هاي أول قاعدة تذكر، أنت هنا مع الله عز وجل فصحني. نسأل الله أن يعين على تصحيح النوايا، صح نواياكم إن شاء الله تكون نوايا بإذن الله تعالى، من الرباط بإذن الله تعالى والاستعداد والتعلم والعمل بإذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة كم معركة خاض رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة يا شباب؟ كم معركة؟ ولا معركة. أنتوا كم معركة خضتوا يا أبناء مواليد 90 و85 و80 زي حالاتي و75 و70؟ كم معركة خضت؟ ذاك لا تقول أنا ما عملت شيء. لا، الصحابة رضي الله عنهم، في ناس ماتوا في مكة المكرمة ولم يحملوا سلاحا من الصحابة؟ في، نعم أكيد، صح ولا لا؟ فلذلك أنت مع الله سبحانه وتعالى، لا تقول أنا ما عملت شيء، لا، أنت بهذه الدورة المباركة إذا كنت مع الله ونيتك مع الله سبحانه وتعالى، ترى ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. ربنا عز وجل بده يختبرنا، الدنيا اختبار، قضية مش قضية نصر وهزيمة، قضية أنت وين وشو بتعمل. فإذا كنت مع الله سبحانه وتعالى فجدد نيتك. ثانيا، إن كنت تتعب فهم لا يتعب. اليهود قوم جلدون، وهذا من شرف الخصومة، من شرف الخصومة. أنا أتكلم مع واحد يهودي من 16 سنة عنده معلومات عن القدس قد نكون، ولم يقف أمام هؤلاء شذاذ الآفاق شراذم الشراذم، لم يقف أمامهم على وجه الصحة وجه الدقة بالعمل والاجتهاد إلا إخواننا بارك الله فيهم في حماس، جزاهم الله الإسلام خير الجزاء. هؤلاء الشباب المباركين الذين إن عز عليهم أن يعملوا فوق الأرض فقد أحالوا باطن الأرض إلى مختبرات
وإلى كتائب وإلى ميادين للتدرب، فكانوا بحق أمناء الأقصى، وكانوا بحق يستحقون هذه الأرض المباركة التي لا يستحقها إلا يعني من صح اقترانهم واتباع الأنبياء عليه الصلاة والسلام. إنهم لا يتعبون، اليهود لا يتعبون، وإخوانك المجاهدون لا يتعبون. إن كنت تتعب فهم منهم، أعداءك وأشراف الأرض حماة الأقصى بادوا الأسبوع الماضي بصدور العائلة وهم يحفظون المسجد الأقصى المبارك. لو واحد جاء من المشايخ الجدد، المشايخ البروتستانتيين الجدد، هو في تعرف المصار في النظام البروتستانتي، تسمع البروتستانتية الإيفانجوليست بيسموه، تسمع فيهم البروتستانت جماعة مارتن لوثر كينج بس ايش وعد مارتن لوثر كينج، هو في اثنين مارتن لوثر كينج، الأول والثاني صح؟ نعم الأصلي. الأصلي اللي هو مين؟ الألمان، المؤسس مذهب البروتستانتي. هذا المذهب هذا له قصة طبعا. هذا ففي بروتستانتية جديدة للأسف الشديد في عند المسلمين، يقول لك أنت تروح تحمي الأقصى، تحمي الإحجار، هي الإحجار مقدسة مش مقدسة، ما بصير كن عندك هذه يعني هذا التفكير الهابط. هو سبحان الله بالعكس، والله الذي يحمي هذه الأحجار المقدسة المباركة هو صاحب التفكير الراقي، والذي بعد نظر إلى الأقصى الشريف على أنه مجرد صخور وأحجار وتربة، هذا بعد لم يعرف حقيقة التدين. فإنهم لا يتعبون، إن كنت تتعب هم لا يتعبون، أعداؤك لا يتعبون، وأشراف الأرض لا يتعبون. فحقق نسبتك لأشراف الأرض حتى تكون مجتهدا بإذن الله تعالى وتلحق بهم بإذن الله عز وجل. ثالثا، أنت تضحي بالوقت وهم يضحون بكل شيء. مين هم اللي يضحي بكل شيء؟ الطرفين، ديروا بالكم، الطرفين يضحون بكل شيء. اللي ترك لوس أنجلوس وترك شيكاغو وترك ميشيغان وترك مش عارف باريس وترك كل شيء واجا يزرع ويفلح ومش عارف شو، ويروح على أرضي وأرض وأرضك وأرض أبوي وأرض أبوك، ويتحمل فيها السحالي ويتحمل الحرارة العالية لتصبح هذه الأرض جنة الله في أرضه بما قدموا من تعب. وهم يهود، هم شذاذ الآفاق، وهم شراذ، لكنهم يعاملون أنفسهم بقانون الدنيا فهم يتعبون. فلذلك ينبغي إذا كنت تعلم أنك تضحي ببعض الوقت فيجب أن تعلم أنهم يضحون بكل شيء، يضحون بكل شيء، وهذا كلام منصف. كذلك الذين يجاهدون في سبيل الله، يا شباب في بعض الشباب مغيبين عن الأنظار من سنوات طويل، بعض الناس مطاردين من عشرات السنين. بعض الناس، أحد مشايخنا الكرام الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن الله من عليه بالخروج، اعتقل عند اليهود فمكث 20 سنة ولم يقر لليهود باسمه، اسمه ما رضي يحكي اسمه 20 سنة ما رضي يحكي اسمه. هذه الأرض المباركة، أرض الأمجاد، مش الأمجاد تبعت زمان كمان، تبعت اليوم كمان، وكان الشيخ صلاح رحمة الله عليه صلاح الدين دروزة رحمة الله عليه، صلاح الدين دروزة، تسمعوا فيه؟ معروف صلاح دروزة، صلاح الدين دروزة، صلاح الدين دروزة. طيب صلاح دروزة ما في مشكلة، ما في مشكلة. أحبابنا نحبهم إما عرفناهم بأعيانهم أم عرفناهم بأوصافهم، أحبابنا إنما وليكم الله ورسوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هؤلاء أولياؤنا وهؤلاء هم أحبابنا. كان يدعو الله عز وجل أن ينال شهادة، كان كل واحد يعني مع الله عز وجل حالة وحال، سبحان الله المحبة كيف تفتح الآفاق. فكان يدعو الله عز وجل أن يموت ميتة، كان يدعو الله أن يرزقه شهادة في كل ذرة في بدنه، يعني دعاء غريب تقطع في كل ذرة في بدنه، يعني كيف كل خلية. فقتل رحمة الله عليه بقذيفة أحرقت بدنه، تفحم بدنه تماما، والله علامات الصدق، نسأل الله يتقبله في الصالحين. فإنهم يضحون بكل شيء. أخونا أخو الشيخ عطية الأطرش، أخو نسيت شو اسمه رحمة الله عليه، قائد من قيادات الجهاد في سبيل الله، هو كان قائد الله يرحمه ورحمه واسعة، ضرير، هو عايش في قبو من 3 سنوات 4 سنوات لم يخرج للناس حتى اكتشفوا أمره، وهذا طريق ماشي يعني لن ينتهي إطلاقا.
فخرجوه من هذا القبو اللي عايش فيه لثلاث سنوات ما خرج، وهو يقود كتاب القسام في منطقة الخليل رحمة الله، مع أنه ضرير لا يرى بعينيه لكن يرى بقلبه. فأخرجوه وضعوه في الشارع قالوا استنى، وقف ينتظر وهو لا يعلم أنهم يصوبون الدبابة إلى هذا الجسد الشريف الذي إن حبس في الدنيا فقد حبس فقط لنصرة الأقصى الشريف، وضربوه بقذيفة الدبابة لم تبقي ذرة من جسدي على أخته، تمزق جسده صدقا مع الله رحمة الله تعالى على تلك الروح الطاهرة الكريمة. هؤلاء هم حماة الأقصى، فإن كنت تضحي ببعض الوقت فلا تدل على الله عز وجل، فإنهم يضحون بكل شيء، بالفعل يضحون بكل شيء. ثم قال الله تعالى ادخلوا الأرض المقدسة فإياك أن تقول إن فيها قوما جبار، لن ندخلها حتى جب أعذار. يعني كما يقال أن أعرابنا يقولون إن فيها لن ندخلها، هذا قولهم. نعم تبدلت الأحوال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أخيرا أو قبل الأخير تذكر رفاقك عمر الفاتح، ومن صحت رفقته وصحبته صحت محبته وتضحيته وجهاده. عمر الفاتح وصلاح المحرر، ثم خذ موقعك، فإن الله عز وجل سبحانه ما جاء باليهود إلا ليعد كتيبة أسماها في القرآن الكريم عبادا لنا أولي بأس شديد. هل أنت واحد من هذه الكتيبة؟ يا رب كلنا، يا رب إحنا أولادنا بإذن الله تعالى وإخواننا وأحبابنا، ونسأل الله جل وعلا أن يشرفنا بأن نكون أعضاء في هذه الكتيبة المباركة التي بإذن الله تعالى سترفع لواء الحق فوق المسجد الأقصى المبارك. القدس في القرآن الكريم يا شباب ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بطريقة قرآنية، واختيار القرآن الكريم للكلمات، واختيار القرآن الكريم للأحرف، واختيار القرآن الكريم للسور، واختيار القرآن الكريم للجمل، كل هذا الاختيار اختيار دقيق قائم عن يعني عن حكمة عظيمة، وليس يعني قضية عشوائية. فكيف ذكرت الأرض المقدسة في القرآن الكريم؟ ذكرت بطريقتين، التعيين والتوصيف. احنا تكلمنا عن في مدخل العقيدة في المحبة أن المحبة أن تحب كل أشخاص وكل أزمنة وكل أمكنة وكل أحوال بالتوصيف أو بالتوصيف أو التعريف، يعني بالتعيين أو التوصيف. كذلك ذكر الله تبارك وتعالى المسجد الأقصى المبارك بالتعيين أحيانا وذكره بالتوصيف تارة أخرى. نأخذ مع بعض الآيات وهي أمامكم. الله سبحانه وتعالى في ذكر المسجد الأقصى المبارك والأرض المقدسة أعطاها الله سبحانه وتعالى أسماء. ما هي هذه الأسماء التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للمسجد الأقصى؟ أعتقد أنها واضحة بالنسبة لكم. شيء أسماء المسجد الأقصى الصريحة قبل الأوصاف، إيش هي هذه الأسماء؟ أطبع عندكم أرجوز بالله، فينا أربع أسماء للمسجد الأقصى المبارك. يعني ترى مرات الواحد بيقعد مع نفسه يفكر، وجوز احنا يعني ذكانا بسيط جدا جدا، الله يفتح عليه ووفقنا، مرات ما نقدر نفهم 100% نحوم حول المعنى ولا نستطيع ان ندخل فيه لقصور عقولنا او لاحتجاج قلوبنا، اعوذ بالله من الاحتجاج. الرقم 4 له هيك حوالين المسجد الاقصى المبارك له قصه ولا لا؟ ولا لا؟ 40 سنة يأتي هنا في الأرض، بني المسجد الأقصى بعد المسجد الكعبة بأربعين سنة. بعدين شو كمان في رقم 4؟ وهذه 4 أسماء للمسجد الأقصى المبارك. يعني هناك شيء ما ينبغي أن ننتبه إليه، هذه إشارات ينبغي أن ننتبه إليه. على كل حال هذا مش موضوعنا الإعجاز العددي. القرآن الكريم ذكر المسجد الأقصى بأربع أسماء صريحة. ما هي الأسماء الأربعة الصريحة؟ أولا المسجد، ثانيا المسجد الأقصى، ثالثا الأرض المقدسة، رابعا الأرض المباركة. يعني في أرضين ومسجدين. بشكل سريع لأن الوقت يداهمنا وبسرعة، في عندي مسجد ومسجد، شو نسميها هاي؟ فائدة. الأسماء في اللغة العربية 3 أنواع. الأسماء في اللغة العربية 3 أنواع.
الأسماء في اللغة العربية ثلاث أنواع، مش اللغة العربية بقسمها ثلاث أقسام، مظبوط؟ اسم وفعل ثم حرف الكلم، صحيح؟ شيء بقسمه اسم وفعل وحرف. الاسم في اللغة العربية ثلاثة أنواع. النوع الأول أسماء الأعيان، والنوع الثاني أسماء الأعلام، والنوع الثالث أسماء المعاني. لا أنا ما مش بحكي عن اسم الفاعل واسم الإشارة واسم الموصول، هذيك أسماء نحوية، هذيك أسماء وظيفية. لكن في أصل اللغة العربية في عندي ثلاث أنواع من الأسماء. النوع الأول أسماء الأعيان. أسماء الأعيان، هذا دفتر، هذا اسم عين، هذا سقف، هذا اسم عين، هذه طاولة اسم عين، هذا ثوب، هذا اسم عين، هذا رأس، هذا شعر، هذه أسماء أعيان، صحيح؟ نعم صحيح. وأسماء الأعلام إبراهيم، عيسى، موسى، إسرافيل، جبرائيل، هاروت وماروت، هذه أسماء أعلام. وأسماء الأعلام قد تخالف معناها، يعني واحد بعيد من السامعين اسمه صالح، واحد كفانا الله شره اسمه صالح، ما تعرفوه؟ مش تعرفوا؟ كفانا الله شره. واحد آخر كفانا الله شره مبارك، نعوذ بالله مدمر. فأسماء الأعلام تخالف معانيها في التسميات. والنوع الثالث أسماء المعاني. نلاحظ أيها الأخوة الكرام أن كلمة المسجد اسم، معنى، مين قال معنى؟ مين معنى قال معنى؟ مش معنى ولا معنى؟ اسم معنى، والله لك وضع معنى ما شاء الله. والمسجد، والمسجد من أسماء المعاني، والأرض، والأرض من أسماء الأعيان، من أسماء الأعيان. لذلك المسجد الأقصى المبارك، هنا كان الحديث عن معنى يجب أن نفهمه، لكن هنا كان الحديث عن مادة يجب أن نراها. بين قوسين في تعانق، تسابق، تناسق ما بين القداسة والبركة التي تتعاطى مع المعاني، والبركة التي تتعاطى مع الماديات، صح؟ مظبوط؟ ألا تلاحظون هذا؟ الأرض لمن يراه، والمسجد لمن يشعر أنه المسجد. طيب الكلام يطول والوقت قصير. المسجد الأقصى، المسجد، الأرض المقدسة، الأرض المباركة. كلمة المسجد مفردة لم، غير مضافة، لم تلد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة ذكر فيها المسجد الأقصى. هذه ملاحظة تسترعي الانتباه، لم يذكر اسم المسجد مفردا معرفا، لأنه قاعدة من قواعد اللغة العربية التعريف بأل أو بالإضافة، صح؟ والتعريف بأل يسمى العهد، فلم يعرف كلمة المسجد، لفظ المسجد لم يعرف بأل ويدل على معنى خاص إلا عندما عرف بأل وأريد به المسجد الأقصى المبارك. هذا أمر يسترعي الانتباه، ولم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة، وذلك في مطلع سورة الإسراء، هذه الآية العجيبة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه كان، إنه هو السميع البصير. إيش الآية؟ وليدخل المسجد كما، أيوة، وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيره. ولم يرد في القرآن الكريم ذكر للمسجد إلا معرفا، معرفا مفردا دالا على المسجد الأقصى، إلا لم يرد في القرآن الكريم إلا، يعني إلا دالا على المسجد الأقصى. أما كلمة مسجد في القرآن الكريم ذكرت أكثر مرة، ولكنها لا تشير إلى القرآن الكريم، لا تشير إلى المسجد الأقصى. أسمع، المسجد هكذا كأنما القرآن الكريم يشير إلى وضعية خاصة. فاصل ثم نواصل. عشر دقائق للفاصل.
بحكيها يعني. طيب المسجد ذكر في قول الله تعالى وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وأنا كنت يعني في الدورات السابقة أتكلم عن شيء سمعنا اقتران، يعني وليدخلوا المسجد في اقتران في دخول المسجد، يعني الدخول دخول نصب وليس دخول فعلي وليس دخولا حقيقيا إنما دخول تمكين. ولذلك كأنما القرآن الكريم يشير إلى أن أصل السيادة في الأرض لأمة التوحيد مرتبط بدخول المسجد الأقصى المبارك دخول التمكين. هذه إشارة، وهذا كله يدل على شرف ومكانة هذا المكان الكريم. نعود إلى الوراء قليلا. المسجد الأقصى والاسم الثاني الذي ذكر في القرآن الكريم، المسجد الأقصى ذكر في مطلع السورة المباركة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. المعنى المعروف في كتب التفسير أن المسجد الأقصى معنى كلمة الأقصى البعيد. لماذا عبر عن المسجد الأقصى بالبعيد؟ تفضل. هذا نعم أحد التفسيرات، البعد عن المسجد الحرام والتفسير ابن عاشور نعم، وعندنا كذلك البعد عن المساجد في حياة رسول الله لما نزلت هذه الآيات. يا أخواني أخواتي لما نزلت الآيات كم ما كان في الدنيا مساجد إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ولذلك ربما يكون الأقصى يعني أنه الأبعد عن المساجد فهي غير موجودة أصلا، وهذا معنى كذلك ذكره بعض المفسرين. والآخر أو الأول المعنى الأول المسجد الأقصى هو المسجد الأبعد من الأرض الأقرب من السماء. ابن عباس أنا أعتقد أن هذا هو المعنى الصحيح، وعندنا الأدلة ربما أتحدث عنها إن شاء الله ربما ولا أعدكم، نسأل الله أن يوفق. لا عند الحديث عن المسجد عن الإسراء، لأن المعراج يدل دلالة قاطعة على أن المسجد الأقصى هو بوابة السماء الوحيدة وليس المسجد للدنيا للسماء بوابة إلا المسجد الأقصى المبارك، إلا ما قيل في البيت المعمور، والبيت المعمور ليس بوابة إنما هو بيت يماثل الكعبة في السماء الدنيا، لكن كمعبر ليس هناك معبر ما بين السماء والأرض إلا من فوق المسجد الأقصى. ولذلك في تحت الصخرة الشريفة، تحت الصخرة الشريفة في مغار، شو اسمها؟ مغارة أرواح. وهذه مغارة أرواح هل معنى يعني قد يكون مرتبط ببعض الأشياء التي نعرفها ولا نعرفها، ولكن يبدو هناك بعض الشواهد كما ذكر بعض يعني من كتب في إسراء الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام المسجد الأقصى أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الوصف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من التطواف في المسجد الحرام المسجد الأقصى بعد أن أمر الصحابة الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام بعد أن انتهى جيء إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمعراج، فعرج صلى الله عليه وسلم بالمعراج إلى السماء الدنيا حيث تعرج أرواح الناس. لا يعني الدلالة، إحنا قلنا دلالة الاقتران، لماذا جمع الله بين المسجدين الحرام والأقصى؟ لماذا جمع الله بين المسجدين؟ أوجه ما يقال في هذا الجمع يا شباب أن هذا الجمع جمع الحنيفية. انتهى 10 دقائق 3 دقائق ظل. طيب جمع بين عاصمتي التوحيد في القرآن الكريم سورتي الإخلاص كافرون والإخلاص، فهذا جمع بين عاصمتي التوحيد الأولى المسجد الحرام والثانية مكة المكرمة أو العكس، أو جمع الوراثة. لماذا جمع الله سبحانه وتعالى؟ ليتبين للمسلمين أن المسجد الأقصى مبارك وأن بيت المقدس هي الأرض التي يورثها الله سبحانه وتعالى من صح حمله لهذا التوحيد، فهي علامة صحة حمل رسالة السماء أن تكون الأرض المقدسة في يد أصحابها الحقيقيين. طيب نأخذ إن شاء الله استراحة بسيطة ونعود إن شاء الله بعد المواصلات.